أنا اسمي إيميل كمال بشاي، عمري 71 سنة، جيت هنا الإمارات 1976. وأنا اسمي سميرة ثابت سكاروس، عمري 69 سنة، جيت هنا الإمارات أول مرة سنة 1977. أول ما وصلت الإمارات هنا اشتغلت في محاكم دبي لمدة 31 سنة. أنا اشتغلت في بنك المشرق في نفس السنة سنة 77، قعدت فيه 34 سنة أخدم في بنك المشرق. الحقيقة احنا قضينا في دبي أيام جميلة جدا جدا، واتمتعنا فيها بكل حاجة حلوة فيها. احنا كنا نروح كمان احنا والاولاد حديقة الخزان وحديقة الممزر وحديقة الصفا. الحياة احلى ايام هناك موجودة. يعني الحياة الامارات عطتني كتير، منهم ان هم اولادي اتربوا هنا في مدارس حكومية بدون اي مقابل. الحقيقة دبي ادتني كتير جدا. أول حاجة اتعلمت من هنا التعايش بين شعوب مختلفة ولغات مختلفة، كمان أخدت منها يعني أكتر حاجة السلام والأمان. كنا نروح شارع السيف اللي هو كان الخور، وكنا بنركب العبرة من بر دبي الديرة ونرجع تاني. الذكريات الذهبية الجميلة اللي ما ننساهاش أبدا، الله يرحمه الشيخ راشد لما كان يجي مسجد الكرامة يصلي صلاة الفجر. كنا بنحييه وكان بيرد علينا التحية بكل تواضع وكل سرور وبهجة. يعني